أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: أرجو منكم تفسير قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، تفسيرا كاملا. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسماهم مصلين إلا أنهم ساهون عن صلاتهم. وقد جاء تفسير الآية لأن الويل هو واد في جهنم، واد من أودية جهنم، وقيل إنه كلمة عذاب وتهديد. والمراد بالذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن وقتها، وكذلك الذين لا يحضرون قلوبهم في الصلاة ويصلون وقلوبهم مشغولة عن الصلاة، فهذا من السهو عن الصلاة، عدم حضور القلب فيها وعدم الخشوع فيها، وكذلك إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي. الذين هم يراءون، الرياء هو أن يظهر الإنسان الطاعة وهو لا يريد بذلك ثواب الله، وإنما يريد أن يمدحه الناس وأن يثنوا عليه، هذا هو الرياء. ويمنعون الماعون، الماعون هو العارية، إذا احتاج أخوك المسلم إلى عارية من إناء أو بأس أو غير ذلك وأنت لا ضرر عليك في إعارته، فإنك تعيره إياه، وإذا منعتها في هذه الحالة تكون متوعدا بالويل. ومن هذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الإعارة واجبة، لأن الله توعد من امتنع منها. نعم.